في البداية أسجل نقطة شكلية أود تبليغها للإخوة أنا كنت بودي يعني أن نضع اليد على مناقشة معالجاتية لموضوع الشباب ما بعد الدستور المصوت عليه أو ما بعد الحراك المغربي. ولو أن هذا موضوع الشباب والعزوف عن العمل السياسي موضوع ذا طابع كلاسيكي قديم، ولكن رغمية الأوضاع تتطلب منا نقاش حول الشباب ما بعد الدستور المصوت عليه الذي حظي في الجماعة الوطنية بين الحاكمين والمحكومين. أريد أن أدخل واحد إطار أكاديمي مستحضرا بعض المفاهيم الفلسفية كيف ولماذا وعلاش عزوف الشباب على العمل السياسي المنظم. الشباب يمارس السياسة بطبيعة الحال يمارسها كنوع من النقاش بالإشكالات ديال البلد، إشكالات ديال السياسات التدبيرية العامة، لكن يناقشها في الصالونات والمقاهي، ولكنه ينأى على المشاركة السياسية المنظمة بإطار إطارات سياسية. بطبيعة الحال هناك بعض الأسباب من ضمنها وحقا من خلالها تفتح الدستوري غياب الديمقراطية الداخلية داخل الأحزاب، ونحن نقر حزب الاتحاد الدستوري غياب ديمقراطية داخلية. غادي نتحدثكم التجربة ديالنا كاتحاد دستوري. صحيح أن الاتحاد الدستوري كشبابنا نحن لم يعد بتلك الصورة النمطية التي أعطيت له فيما مضى وطريقة الولادة ديالو والشرعية والشرعية ماشي شرعية وقيل ذلك طرح إشكالات، ولكن نحن قد قمنا بحراك سياسي داخل الاتحاد الدستوري كشبيبة وقومناها في الفساد وبكل تواضع ولكن بدون ضجيج إعلامي. الجهات الوجدة لا أخفيكم سرا أنها قامت بإزاحة أحد رموز الفساد السياسي والمالي والإعلامي داخل الاتحاد الدستوري اللي هو عبد الله فردوس. أزحناه، قمنا بحراك من أجل تفريز لا احنا لا احنا خجلة نيشان فهمتني قد حمل المسؤولية ما بلاش العقدة هذا الشيء لأن اللي كنت كتبه كان يقول وحنا قلنا لهم على الاجتماع بدأوا فيكم سيرا لجنة الإدارية الحزب وقلوا في إطار تنزيل سالم الدستور الذي ربط مسؤولية المحاسبة يجب محاسبة شخص محاسبة سياسية ومالية ويتعرض على المجلس الأعلى للحسابات. حنا كنديرو النقد الذاتي والنقد الذاتي هي أعلى درجة التواضع السياسي. أقولها بكل صراحة فعلا هناك للأسف الشديد هناك تضييق الشباب للأسف الشديد وكان أبعاد سيكولوجية أسباب سيكولوجية طبيعة النشأة الاجتماعية غياب أفق التغييري والأمان وتعلق الأمان للأسف الشديد على بعض الحكومات. بكل صراحة كان هناك شباب حتى السياسة للأسف الشديد دخلت واحد البنك تحية مخيفة وهو هذا الاجتماعية. صحيح أن الشباب في المغرب ما زال هذه الصورة أو الرهاب الاجتماعي على اعتبار أن العمل السياسي ينادي بالاعتقال المتابعة البوليسية بالمخزن إلى آخره إلى آخره، ولكن في ضوء دستور جديد وفي إطار اتساع الحرية العامة ولا توفرت بعض الإمكانيات للمشاركة السياسية فعلا للأسف الشديد غياب ديمقراطية داخل الأحزاب. لأن احنا كنقولها كحزب كشبيبة دستورية قبل أن نطالب بديمقراطية المجتمع يجب أن نعمل على ضمقامة الحزب أن يسير ويدبر بشكل ديمقراطي. ونقولها وقلناها أن الشباب باعتباره الشريحة الأوسع من البنية الهرمية السكانية المغربية تكون له القوة الأولى في تدبير دوالي الحزب المكتب السياسي. قلنا خص يكون 50% المكتب السياسي اللجان الإدارية في منظمة الموزير وتعطى له القوة لكي نخلق نخب سياسية قادرة على تدبير الشأن المحلي وتعطى لها الإمكانيات التصويت. فعلا هناك إخفاق ديال السن ديال التصويت إلى 18 سنة، لكن للأسف الشديد أن الدولة والنخب السياسية والأحزاب لم تعمل على خلق و
وسائل الاتصال مع الشباب. هناك شباب من الجيل الجديد، احنا كنا بعض الاجيال القديمه انها كانت تصبر على الخطابات السياسيه، الجيل الجديد لا يتحمل الخطاب السياسي، بل يريد ترجمه النوايا الحسنه الى وقائع وبرامج ملموسه في الزمن وبالتقييم وبالتزمين وبأسرع الوقت. بكلام آخر، الشباب هو حديث مشاكل اجتماعية، بحث عن التغيير، بحث عن الأمان، السكن، الصحة، التعليم، بعض المؤشرات. فهو بطبيعة الحال للأسف الشديد الحكومات المتعاقبة، وكانت هناك رهانات كبرى على ما يسمى على حكومات التنوع والتوافق من اجل احداث تغيير في المجتمع، ومن اجل تحقيق العداله الاجتماعيه، ومن اجل تحقيق مطالب الشباب لاولويات ديال البطاله والصحه والتعليم. لكن هذه الرهانات على هذه القوى التي كانت تدعي انها اشتراكيه وكذا وكذا وما غير، كانت رهانات فاشله وتبين بالنموذج. ولو ان الشباب راهن على القوى تسمى نفسها إسلامية وإصلاحية، لكن للأسف الشديد أن الشباب أصبح يستغل استغلالا سياسويا وورقة انتخابية ومحطة مؤقتة ليس إلا. حنا كنقول حتى الاتحاد السوري كنشوف هاد الإخوان، حنايا كحزب طلبناهم بعقد مصالحة بين الشباب والتنظيم السياسي، خرجوا الخطاب، والأخطر من ذلك أصبح الشباب ولا بحال داك الماركتين بوليتيك كيسوق واحد التسويق سياسي. حنا كنقولوا ان الشباب يراهن عليه التغيير على اعتبار انه القوه، اما هذه الانتظاريه القاتله ان الشباب ينتظر، او بعض الاحيان بعض الشباب يلجا الى بعض ما يسمى الفضاء الافتراضي على المواقع، هادشي ديال الفيسبوك ولا شي حاجه، علاش؟ هو غير الثقه، ثقه وغياب امان وعدم الرهان على الاحزاب السياسيه في احداث التغيير الى اخره. لعقد مصالحة مع الشباب ولإعادة الثقة، ولكن أن تفعل الثقة بممارسات سياسية نظيفة وبمحاربة المفسدين والفاسدين الذين تسلطوا على البلاد والعباد، وإرجاع الحقوق والمظالم إلى أهلها في إطار دستور جديد. هناك رهانات، وللأسف الشديد أن هذا الدستور الجديد لم ينزل بالشكل الصحيح، ونحن نلاحظه، والتقارير الدولية التي تصنف المغرب للأسف الشديد في مؤخرة الترتيبات من ناحية المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية والعدالة الجنائية، وأصبح المغرب مضرابا في خط حقوق الإنسان وغياب العدالة الاجتماعية ودولة الحق والقانون، وأصبح هذا الشعار معلقا إلى حين وجود ديمقراطيين يحولون هذا الخطاب إلى ممارسات وسلوكات فعلية في الحزب وفي الإدارة وفي الجمعية وفي الدولة. وهذا اللي احنا كنقولوا، احنا في إطار كنقولوا في إطار وطن، حقوق وواجبات، ما له وما لا عليه الطالب، ولكن على المواطن أن يكون مواطنا وفي إطار إدارة مواطنة ودولة مواطنة، بعيدا عن دولة الشعارات البراقة أو الخطابات اللحظية المدفوعة بانفعالات فردية أو تصفيات سياسوية لبعض الأطراف. للأسف الشديد غادي يعني غادي نضطر باش نخدم، غادي نكتب الفكرة. أنا بالنسبة عندي اقتراحات، خصنا نخرجوا اقتراحات، حنا عندنا قوة اقتراحية، أن الشباب يجب أن تقول له برلمانات على مستوى الجامعات وعلى مستوى التنويه برلمان ديال الشباب، وان يكون الشباب ممثلا الاحزاب بنسبه 50%، وان يعطى حتى الشباب تعويضات بطائق مجانيه بالنسبه للتنقل، الناس اللي ما عندهمش المداخل، وتعطى تعويضات شهريه للشباب العاطل والشباب المعول لاسعارهم بالائتمان الى هذا المواطن. كيف نحن نطالب الشاب أن يفعل وأن يكون فاعلا ومشاركا سياسيا ونحن نعطي له الحقوق؟ وشكرا. ننتقل قبل أن ننتقل لمداخلات الحاضرين.
فقط كإشارة مداخلة الأحد الواطي الشبيبات التي تدخلت في الأسبوع الماضي الآن موجودة في الموقع لمن لم يحضر حتى يطالع حتى تكون تنشئة سياسية من طرف الشباب الواحد. أترك للمتدخلين نقوم بواحد اللائحة مستلقي.